السلام عليكم، الله يرضى عليكم. حاب اليوم اعمل لكم مربى الفراولة، فراولة معبية الدنيا. هدول كيلو من الفراولة، شايفه، بحط لهم كوباية من السكر وعصير ليمونة او ليمونتين، شايفه. هلا بدي نظفناهم احنا، بس بدي اقيم القمعة واقطعهم. هلا بعد ما نظفت انا القمع، شايفه، هي حطيته هون ونضيف. هلا بحط عليه كوباية من السكر ونحركه مزبوط، ونحط عليه عصير ليمونة ونتركه طول الليل، مدة اغطيه واحطه بالثلاجة. شوفوا، هلا بعد ما تركنا الفراولة من الليل، انا تركتها مغطية بهذا البلاستيك وخليتها بالثلاجة، كلياتها صارت سائل، شايفين. هلا بدنا نديرها، نحطها بطنجرة ونحطها على النار. هلا بعد ربع ساعة تقريبا من الغلي، بنخليهم احنا 35 دقيقة يغلوا. شوفي، انا قمت شوي من الريم هذا اللي طلع. هلا بدي، اذا بتحبي ما بتحبي كلها يكون حب، تهرسي شوية عشان تتماسك بيكون كويس. فهرسيهم بهراسة البطاطا، مو كلهم، خلي حبات بس، هيك اشي بسيط. شوفي ما احلى. هلا عشان هرسناه شوية منه، يعني خليت انا قطع. هلا بدنا نستناه ليبرد وان شاء الله ونعبيه. لازم يكونوا مراتبين معقمة، يكونوا ازاز معقمة على الاخر. اوكي، صحتين وعافية. شوفوا ما احلى الفراولة، بتشهي كتير كتير رائعة، طلعت وزاكي كتير كتير، واشي مهروس واشي مش مهروس، رائعة رائعة رائعة، صحتين وعافية، وريحتها بتجنن وتشهي. صحتين وعافية على قلوبنا وقلوبكم يا رب.